مصطفى الغشام شعيبي رئيس المركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية. يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي حول موضوع الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب الواقع والآفاق في إطار سلسلة من الأنشطة التي يعتزم المركز المتوسط للدراسات القانونية والقضائية تنظيمها على غرار السنة الجامعية الفائتة. وبطبيعة الحال سينظم المركز المتوسط للدراسة القانون القضائية بالإضافة إلى هذا اليوم الدراسي 8 محاكمات سورية وكذا 8 دورات تكوينية و5 محاكمات سورية. الموضوع الذي يتدارسه اليوم المتدخلون في هذا اليوم الدراسي موضوع راهني وهو متجدد يقارب موضوع حقوق الإنسان بالمغرب على عدة يعني مستويات، خاصة تلك المتعلقة بحفظ كرامة المواطنين وطبيعة الحال في إطار أيضا ما يشهده المغرب من حركية على مستوى الحقوق ببلادنا، حيث أنه منذ صدور الدستور سنة 2011 وطبيعة الحال المغرب يعرف مجموعة من الإصلاحات الحقوقية، وذلك بتقرير مجموعة من الآليات الحقوقية على الصعيد. وهذا الانسجام له على الأقل وجهين، الوجه الأول هو الانسجام التشريعي فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، أنكم تعلمون بأنه النص في إطار القاعدة الأساسية في القانون وهي قاعدة تدخل القوانين ينبغي أن تحترم القاعدة الدنيا القاعدة الأعلى درجة، وأن لا تعتدي على حرمة القواعد القانونية الأعلى منها، وأن القوانين التي توجد في نفس السن إما قوانين عادية أو قوانين تنظيمية أو قوانين إطار أو غيرها ينبغي أن يحترم بعضها البعض، وفي حالة التعارض فإننا نعود إلى عدد من